هل استنفذت حرب اليمن الاقتصاد المصري؟ وهل استهلكت حرب اليمن رصيد مصر من الذهب؟ الحقيقة ان مفيش رواية رسمية خرجت من الدولة المصرية عن خسائر مصر من الافراد والاموال والمعدات في حرب اليمن، لكني هستعرض معاكم شهادة اللي عصروا الاحداث او كانوا شركاء الرئيس عبد الناصر في صنع القرار. بيقول عبد اللطيف البغدادي في مذكراته: اتصل بيا الرئيس جمال عبد الناصر تليفونيا يوم الاربعاء 21 نوفمبر 1962 بعد حوالي شهرين من قيام ثورة في اليمن، واتكلم معايا في الاعتمادات الاضافية اللي بتطلبها القوات المسلحة لمواجهة العمليات الحربية في اليمن، وكمان لتعزيز باقي القوات وهي استكمال فرقتين مشاة، الفرقة الستة والسبعة. واضاف الرئيس عبد الناصر انه ابدى اعتراضه للمشير عامر على حجم الاعتماد المطلوب، ورغم اعتراضه قدم ليه بعدها المشير عبد الحكيم عامر مذكرة بيطلب فيها اعتماد 14 مليون جنيه لمقابلة مصروفات العمليات في اليمن، وذلك حتى فبراير 1963، وده بالإضافة للمبالغ الأخرى المطلوبة للتعزيز. كمان طلب عبد الحكيم عامر رصد مبلغ 7 مليون جنيه لمواجهة مصروفات هذه العمليات أيضا في حالة أنها امتدت إلى ما بعد فبراير 1963. شاف الرئيس عبد الناصر ان المبالغ المطلوبة كبيرة ولا يمكن تدبيرها الا على حساب مشروعات خطة التنمية الاقتصادية، وهتسبب عنه ايقاف تنفيذ بعض المشروعات، وده اللي اعترض عليه. واضاف الرئيس انه لما سأل المشير عامر في البداية عن المبالغ المنتظر انفاقها على هذه الحملة حددها بحوالي نص مليون جنيه، لكنه رجع بعد فترة وقال انها حوالي 3 مليون جنيه، ورجع مرة تانية ورفعها ل 5 مليون جنيه، وبعدها زودها ل 15 مليون جنيه ورفعها مرة تانية الى 21 مليون جنيه. ويمكن مروحنا لليمن احنا ما بنندمش عليه ابدا، لانه خرج بلد من البلاد العربية من تحت الارض 70,000 فرسخ على وش الارض، وبقت قوة فعالة النهاردة الى جانب القوى العربية. هل في مخططكم وانتم امامكم عدو شرس يتربص بكم هو اسرائيل ان ترسلوا 70,000 جندي مصري الى دولة عربية اخرى وتكون هناك لا يكون هناك مواجهة مع اسرائيل وتتمكن اسرائيل من هزيمة مصر وهناك 70,000 جندي؟ اسرائيل ما هيش اسرائيل، اسرائيل هي امريكا، اسرائيل هي القوى الكبرى اللي بتتحكم، اللي بيتكلم عن اسرائيل على انها اسرائيل 6 مليون، لا، لازم يحط ان امريكا هي اللي بتساندها. ولذلك ربنا بيقول: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. بس انتوا لم تعدوا ساعه النائب. احنا ده احنا اعدينا باقصى ما نستطيع. هي العمليه انك انت تقف قدام هذه القوة عملية بالسهل. ده احنا نفس قيام من يوم ما قامت الثورة واحنا امام عداء، لانه عايزين يطفوا نور الله بايديهم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. ما تفتكرش يعني ان كل اللي بيحصل ده هي تدابير بشرية، لا، ده المدبر هو الله، وبيدفعك وبيستدرجك الى حاجات قد تبدو انها شر ويكون من وراها الخير الحقيقي. بيقول الرئيس أنور السادات في مذكراته: قامت ثورة اليمن في 26 سبتمبر 1962، وكان تاريخ الانفصال قبل ذلك بسنة، فكانت دي فرصة مناسبة لردع الملك سعود واللي مول الانفصال وكان وقتها بيتزعم الحملة ضدنا، فاليمن على حدوده مباشرة. وعلشان كده لما اجتمع مجلس الرئاسة في مصر للنظر في طلب ثوار اليمن للنجدة كنت أول المتحمسين، وأقنعت المجلس بضرورة مساندة الثورة، وفعلا تم ذلك. كنت أنا المسؤول عن الجانب السياسي في الثورة اليمنية، وكان عبد الحكيم عامر هو طبعا المسؤول عن الناحية العسكرية، ولكنه كعادته أساء التصرف، فبدل من أنه يجعل من حرب اليمن ميدان لتدريب قواتنا على حرب العصابات وعلى تكتيكات جديدة، انقلبت الحرب إلى تجارة ومنفعة، وأصبحت مسرح جديد يثبت عليه عامر أقدامه وينشر نفوذه بحيث لا يستطيع أحد أنه يزحزحه عن مكانه كمركز القوى الأول في مصر. ده بجانب انه تورط في المعونة العسكرية من لواء الى لواءين، الى ان اصبح لنا في يوم من الايام 70,000 جندي هناك لم يتم سحبهم الا بعد هزيمة 1967 لما اتفق الملك فيصل مع عبد الناصر في مؤتمر الخرطوم على ذلك. وبيضيف انور السادات: فشلت حرب اليمن عسكريا، فقد كنا نحارب بجيش نظامي عدو متمرس في حرب العصابات، لكن رغم كل شيء لا استطيع القول بان تضحياتنا ذهبت هباء، فاليمن تخلص من حكم الامام واللي كان اسوأ من اي حكم في العصور الوسطى، كمان نالت عدن استقلالها كنتيجة طبيعية لمعركتنا في اليمن. صحيح ان الحرب في اليمن استنفذت جزء كبير من رصيدنا للعملات الصعبة، وانها عاقت فرقتين من اكفأ الفرق العسكرية عندنا عن الاشتراك في حرب 67، لكن ده كله
كله لا ينفي أن التدخل في ثورة اليمن كان ضربة سياسية لابد منها، فكانت من العوامل الهامة اللي كبحت جماح سعود وهزت مكانته بين أهله وعيلته، مما أدى في النهاية إلى أن يحل الملك فيصل مكانه، وكان ده مكسب رائع لا للسعودية فحسب بل للقومية العربية كلها. وكنت برتبة لواء عينت رئيسا لهيئة الخبراء، ايه طبيعة الدور اللي كلفت بيه في اليمن؟ هيئة الخبراء دي كان شغلتها انها تنشئ القوات اليمنية، لان احنا مش معقول هنفضل احنا جيشنا على طول في اليمن. كانت مهمتنا ان احنا نعمل تشكيلات الجيش اليمني والكليات العسكرية، فانا خدت الموضوع بمنتهى الجدية وانشأت الكليات العسكرية، الكلية الحربية، مدرسة المدرعات. انت تقييمك ايه للتدخل المصري؟ لم يكن له فائدة. ليه؟ وهم بيقولوا مبرراتهم ان هم اخرجوا اليمن من 50 فرسخ تحت الأرض. ده حاجة حصلت فعلا ان احنا يعني عملنا هذا، لكن على حساب حاجات كتير احنا خسرناها، على حساب ان احنا نص جيشنا بقى هناك، على حساب ان المعدات بتاعتنا كلها تكاد تكون دمرت. عامل مهم جدا من هزيمة 5 يونيو 67 يرجع الى وجود نصف الجيش المصري تقريبا في اليمن. يعني كان عبد الحكيم عامل بيتهكم بيقول لك كانت السريه بنمدها بلوى، اما السريه تروح ونلاقيها مش عارفه تؤدي مهمه نقوم نمدها بلوى، نبعت القوات دي طيارات. يعني ده هم هناك اما كنت انا في هيئه الاتصال انا فاكر كان الصحافه الاسرائيليه تقول لهم ناو اور نيفر، يعني يا اما تلحقوا دلوقتي وهم واقعين في اليمن يا اما مش هنلحق ابدا. ليه نبعت احنا قواتنا في اليمن بعيد عن الجبهه الرئيسيه بتاعتنا ونضيع نص الجيش في اليمن وندمر بتاع والميزانيه بقى والاقتصاد بتاعنا؟ الذهب كله راح، الذهب بتاعنا كله راح الاحتياطي الذهب، وكنا بنصرف 1,000,000 جنيه يوميا في اليمن كما علمت. بيقول سامي شرف الدين مدير مكتب الرئيس جمال عبد الناصر في مذكراته ان التكلفة المالية لحرب اليمن من عام 1962 حتى عام 1967 لم تتعدى 500 مليون جنيه، والمساعدات اللي حصلت عليها مصر في قمة الخرطوم كانت اكبر من ذلك، والمساعدات اللي حصلت عليها مصر بعد حرب 73 تجاوزت 1,000,000,000 جنيه. وبيضيف انه خلال فترة من عام 1962 الى عام 1967 السنوات اللي كانت فيها حرب اليمن مشتعلة استطاعت مصر انها تحقق بنجاح غير عادي اهم خطة للبناء والتنمية في العالم الثالث كله. واشار البنك الدولي في تقريره الصادر في واشنطن بتاريخ 5 يناير 1976 ان نسبة النمو الاقتصادي في مصر كانت 6.2% سنويا بالاسعار الثابتة الحقيقية، ارتفعت في الفترة من عام 1960 الى عام 1965 الى معدل 6.6% في حين كان أعلى معدل للنمو في بلدان العالم الثالث كلها ومن بينهم الصين والهند لا يتعدى 2.5%. وده معناها أن مصر استطاعت خلال 10 سنوات أنها تحقق تنمية تماثل 4 أضعاف ما استطاعت تحقيقه في 40 سنة السابقة عن عام 1952. وبيستشهد سامي شرف بمحاضرة ألقاها حسن عباس زكي وزير الخزانة والاقتصاد في عهد الرئيس عبد الناصر بعنوان الإسلام والعقل، ونشرت عنها جريدة الأهرام بتاريخ 16 نوفمبر 1998 وقال فيها إن احتياط الذهب في مصر قبل الثورة لم يمس، وإنه مازال موجود حتى الآن في البنك المركزي، وإن الثورة لم تستخدم هذا الرصيد في تمويل صفقات السلاح أو مساعدات الثوار في اليمن أو الدول الأفريقية، لأن الدولة في عهد عبد الناصر كانت بتعتمد على سياسة إحلال الصادرات محل الواردات، وكان بيتم استيراد السلاح والمعدات الصناعية مقابل الصادرات المصرية من القطن والمنسوجات والبترول عبر نظام الصفقات المتكافئة، فلم يتجاوز حجم ديون مصر الخارجية في تلك الحقبة مبلغ 400 مليون دولار. وبفضل هذا الاحتياطي من الذهب كان سعر الجنيه المصري وقتها يعادل أكتر من 3 دولارات أمريكية. وبيستشهد سامي شرف الدين كمان بشهادة علي نجم محافظ البنك المركزي السابق، واللي قال فيها لما جه عام 1964 وما كانش في خزانة الدولة أي نقد أجنبي وكانت البلد تعتمد وارداتها الخارجية من القمح والسلع الغذائية الضرورية الأخرى على الاتحاد السوفيتي واللي كان بيوردها بالكامل مقابل صادرات مصر من القطن والمواد الخام الأولية، شهد محصول القمح الروسي في عام 1964 اضطراب شديد نتيجة سوء الأحوال المناخية، ولم يستطع الاتحاد السوفيتي أن يورد الكمية المتفق عليها من القمح لمصر في هذا العام. استغلت الولايات المتحدة الأمريكية الموقف لتجويع الشعب المصري من أجل إسقاط نظام جمال عبد الناصر، فمنعت توريد القمح عبر المنح واللي كانت بتصرفها لمصر في صورة هذا المحصول الاستراتيجي.
اجتمع مجلس الوزراء لمناقشة كيفية تدبير المبلغ اللازم لشراء القمح فورا قبل وقوع كارثة. وجي اقتراح الدكتور عبد المنعم القيسوني بيبيع جزء من الذهب قيمته 10 مليون دولار تدفع كعربون لشركات القمح العالمية لتحويل شحنات من القمح تحملها سفن كانت في عرض البحر إلى ميناء الإسكندرية. واتخذ مجلس الوزراء برئاسة علي صبري القرار وصدق عليه الرئيس جمال عبد الناصر وقال إن كنوز الدنيا ما تسويش أي شيء أمام تجويع مواطن واحد من هذا الشعب. وفي خريف 1964 رافق علي نجم سبائك الذهب واللي حملتها 4 طائرات نقل خاصة إلى بنك التسويات الدولية في بازل بسويسرا، وكانت هذه السبائك تزن حوالي 15 طن وتمثل أقل من 10% من مخزون الذهب المصري المخزون من عام 1952، وكان وزنه يقدر بنحو 154 طن. وبيضيف سامي شرف الدين باختصار فإن وقوف مصر بجانب الثورة في اليمن كان من أجل الانتصار لحق الشعوب في تحديد مصيرها، وهي معركة من معارك الصراع المتصل والمستمر والذي لن ينتهي بين الحركة الوطنية العربية وبين قوى السيطرة العالمية. ولولا موقف مصر بعد ثورة 52 ومساعدتها لكافة حركات التحرر ما كانتش هي الشقيقة الكبرى ولا رمز العزة والتحرر، فمكانت مصر على المستوى الدولي والعربي والإفريقي سطرها دم فلسطين والجزائر واليمن وسيناء. كمان دور مصر العربي ما وجدوش جمال عبد الناصر من عدم، فدور مصر العربي معروف ومشهود به من قبل كده بكتير، ومن ينكر ذلك الدور على مصر فهو لا يدرك مكانتها والدور المقدر ليها لكونها مصر. وسعادتك اتكلمنا عن مخزون الذهب المصري وقلت انك لا تعلم عنه، ويقال انه استنفذ في حرب اليمن. هقول هو استنفذ في حرب اليمن ولا في حرب عدن ولا في حرب الكونغو، ما هو لازم نعرف ايه هو الارقام دي، انا ما اقدرش اجادي فيها. طيب انا ما اقدرش اجادي فيها، انا اللي اعلمه تماما وعن من فم عبد الناصر ان كان في ميزانية الاحتياط اللي هي 40 مليون جنيه مصري للانفاق منها على حمد الثريم. 40 مليون، فاذا احنا في حاجة فعلا الا ان احنا نعرف الارقام. عايزين ارقام، وطالب بان احنا نكشف الايه المستندات بتاعتنا ونقول، لان الكلام المطلق دلوقتي يعني عيب قوي ان حاجات زي دي فاتت بقالها اكتر من 30 سنة ولسه لغاية دلوقتي ايه ده بيتكلم وده بيتكلم ومحدش بيقول الحقيقة ايه. فاذا الحقائق عايزين نعرفها، انما احتياطي الذهب واحتياطي مش عارف ايه ده ما اقدرش اقول. الديون ما اقدرش اقولك لان انا عارف الدين وقت وفاة جمال عبد الناصر، وقت وفاة جمال عبد الناصر دخل فيه كله بقى، دخل فيه الحرب بتاع 56 و67 والحرب اليمن والكونغو، كل دول دخلوا فيه وكان اقل من 2 مليار دولار. هل تعتبر تجربة حرب اليمن خطأ استراتيجي مصري؟ لا استطيع، قلت لك كمحلل عسكري انا راجل بقول ما هي المكاسب وما هي الخسائر. الخسائر البشريه والماديه التي تحملتها مصر قليله جدا اذا ما قورنت بالمكاسب السياسيه التي كسبها العرب. هي المشكله ان مصر ما كسبتش، انما كسبت ان ذا لونج ران. يعني لما جينا 73 والدول الخليجيه دي ساهمت بكذا مليار دولار للسادات بعد إخافة الأنصار، أظن 17 مليار دولار، لو كانت البلاد دي ما هيش مستقلة ما كانتش هتساهم بهذا، خدت بالك؟ فبالعكس يعني أنا شايف إن مصر ما استفادتش وقتها ولكن استفادت على المدى الطويل، وبان نتائج هذا في إيه؟ حرب 73 لما جينا إحنا قفلنا باب المندب على إسرائيل سنة 73 وكانت القوات البحرية بتاعتنا بتتمركز في اليمن. لولا استقلال اليمن وعدن ما كناش نقدر نعمل العملية دي. فإذا في استثمار للإيه؟ للمدى البعيد، إنما اللي استفادوا مباشرة هي الدول. هل ترى أن هناك صلة مباشرة بين حرب اليمن وبين هزيمة 67؟ أولا هناك أخطاء ارتكبت، يعني إذا كنت أنت فعلا عندك قوة كبيرة مشتركة في اليمن، ما الذي يدفعك إلى أنك أنت تخش في حرب مع إسرائيل وأنت عندك حوالي نص قواتك في اليمن؟ أليس من الممكن سياسيا أنك أنت تتغاضى عن هذا وتأكله؟ كان من الممكن طبعا. يعني لازم نعرف أن هناك أخطاء قيادية ارتكبت عسكريا وسياسيا في 67، فلازم نعرفهم. أشار المؤرخين إلى الحرب في اليمن بأنها فيتنام مصر، في إشارة إلى تشبيه وضع مصر في حرب اليمن مع الولايات المتحدة في حرب فيتنام. اشتركت إسرائيل في حرب اليمن ونقلت المساعدات وأنزلتها جوا للمقاتلين الملكيين في الجبال، واشتملت المساعدات على أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال، واعتبرتها إسرائيل فرصة مواتية لضرب الجيش المصري والتجسس عليه، وأدار الموساد شبكة من العملاء في اليمن. كانت إسرائيل قامت بإسقاط أعداد من اليهود اليمن واللي كانوا هاجروا إليها، وقامت بتدريبهم وإسقاطهم علشان يقوموا ببعض العمليات الخاصة وبعدها يتسللوا ويدوبوا وسط الجماهير اليمنية في المدن والقرى.
اشترك في حرب اليمن مرتزقة أجانب تم استئجارهم من كل عواصم أوروبا علشان يقاتلوا ضد القوات المصرية في اليمن. بدأ التفكير في الاستعانة بالمرتزقة بعد لجوء الطائرات والطائرين السعوديين والأردنيين إلى القاهرة. كانت بعض العواصم الأوروبية تحولت إلى أسواق للجنود والمرتزقة المستعدين للقتال بأجر للراغبين في خدماتهم، وكان هناك فائض كبير في السوق من هؤلاء المرتزقة بعد هدوء الأحوال في الكونغو. أما بالنسبة لخسائر مصر في حرب اليمن، فمفيش اتفاق رسمي على عدد الذين سقطوا من الجنود المصريين في حرب اليمن. ذكر وجيه أبو ذكري في كتاب الزهور تدفن في اليمن إن شهداء مصر كانوا 20,000 شهيد، وبتقول مصادر تالتة إنهم حوالي 8,000 شهيد مصري. أما بالنسبة لخسائر السعودية في حرب اليمن من الأفراد والأموال والمعدات، فذكرت بعض المصادر أنه قتل في حرب اليمن 1000 سعودي. تكتمت السعودية عن خسائرها في حرب اليمن ولم تعرف بالتحديد خسائرها لأنها كانت حرب بالوكالة.